السيد رئيس هذه المؤسسات نحيوه على الانفتاح ديالو على الجمعيات في الحقيقه، لان كل ما كان نفكروا اننا نديروا شي لقاء ولا شي حاجه الاخوان ديالنا جمعويين هما انه تيتجهوا لعند الاستاذ عند رئيس هذه المؤسسه، وتنشكره بزاف لان هذا هو الانفتاح بصح. وفيما يتعلق بالدمج المدرسي، انا بالنسبه لي يعني ما تيبقاش يعني المسؤوليه غير على يعني المديريه حقيقه، لان انا من الناس اللي تنشغل على الاعاقه، يعني لا من ناحيه لا ديال التعليم ولا من ناحيه الحقوقيه ولا من ناحيه الاجتماعيه. احنا تنطلب من جميع المؤسسات انهم لا الجماعات ولا العمله ولا الجميع المصالح الخارجيه انهم ينخرطوا في هذا العمل الا بغينا اننا بصح يكون عندنا يعني التعليم في واحد المستوى اللي تيليق الجميع. لان في الحقيقه عندنا مشكل ديال الولوجيات، ان بصح ها المدرسه ولكن فين هي الولوج؟ فين كيفاش باش يدير يوصل؟ انا نموذج، انا كنت كنمشي لواحد المدرسه في عندنا في جهه البحر، يعني واحد الابتداء اعدادي تحت على البحر على عين شقه، يعني في الباب كاين الدروج الجروبو، وهذا كان كيحسني انني نقول واش حنا هنايا كمسؤولين في الاقليم ما كنشوفوش ديك الباب فيها الدروج؟ ما نقولوش لوزاره التربيه الوطنيه او للمديريه الاقليميه، حنا كان هنا نكونوا مسؤولين. وكنطلب انا من الساده والسيدات المديرين، لان تنحييهم ماشي مشكل في الحقيقه ديال الاقبال ديال الاطفال الذهنيين او هذا ماشي المعاقين، ماشي مسؤوليه، لان الاغلبيه ديال الاساتذه لان ربما ما تيكونش عندهم تكوين ولا شي حاجه وهذا، وتيتهربوا انهم يتحملوا مسؤوليه داخل ديك القسم. ربما العدد الكبير ديال هذا، ربما هذا، لان انا عندي حاليا عندي واحد الحاله، وكنت انا تواصلت مع السيده المسؤوله، وعلى اساس انه راه مسجل دابا في المسار، ولكن ما قدرش يستقبلوا المدرسه لاسباب ما عرفتش. ولهذا اننا تنطلب من هذا المنبر ان يعني كنرافقوا الاطفال ديالنا، كنلقاو تجاوب، ولكن كاين بعض الاساتذه ما تيتجاوبوش معنا في الحقيقه، ولهذا عندهم انا ما نسميتش عليهم، لان راه اي واحد عنده شي حاجه اللي ما يكونش، لان هو طفل، لكن ما هو راه تيقول هو تربوي، راه ولده، ولكن راه المشكل ماشي ديال ديك الاستاذ، راه المشكل ديالنا كاملين حنا كمسؤولين. هما ما موفرينوش الفضاء يعني اللي يمكن انه يكون ما كاينش واحد المجموعه الحوايج، ولهذا ان خصنا ندخلوا الجهود كاملين ونديروا خدمه مجموعه. تقييمها استفدنا منها، لان انا عندي غير واحد جوج ديال الاسئله وواحد القلق يعني معين. مهم هذا الشيء اللي وصلنا له، وهذا في الحقيقه هي القوه الاقتراحيه ديال الجمعيات في جميع المجالات، الجمعيات الحقوقيه دخلتنا المواطن حقوق الانسان، جمعيه الاعاقه رفعت على موضوع ديال الاعاقه، الجمعيه ديال البيئه رفعت على الموضوع الى غير ذلك، بمعنى ان الفعل الجمعوي مهم، والدوله تلتقط هذه القوه الاقتراحيه وتتفاعلها وتديرها في اطار المشروع. غير في هذا الجانب الاعاقه اتساءل ما مصير الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، الاطفال المختلفين اللي من 2000 لهنا، اللي مازال ما تنزل هذا المشروع واللي غادروا المدرسه. واش ما يمكنش نخلقوا لهم، ما كاينش في الرؤيه الاستراتيجيه ان الفرصه الثانيه اللي خاصه بهم في الحقيقه، لان ضاعوا كما ضاعت اجيال اخرى ومن حقهم هذا. انا نقول من 2000 لهنا راه وصلوا اللي عنده 20 عام عنده 21 سنه، فين مشاو؟ لان مقبلين في الحياه، ما كملوش الدراسه ديالهم، ما قادرينش يندمجوا، فين غادي يمشيو؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، واش في الرؤيه الاستراتيجيه وفي هذا المشروع كيفاش انا اظن انه خاص منهاج دراسي لبعض الاطفال ذوي، خاص منهاج دراسي خاص بهم، بعض الاطفال اقول اللي قادرين يستوعبوا في القدرات العقليه ديالهم الى غير ذلك، وخاص اساتذه مكونين ومتخصصين في المجال. اذا الوزاره تشتغل على هذا الشيء، ولكن عندنا المستقبل كيفاش نربطوا هاد الاطفال
سوق الشغل، لان احنا تنقلبوا على طفل اللي غادي يكبر اللي غيكون عنده حياه. خصو راه في اوروبا كاينه مجموعه من الفضاءات اللي تستقبلهم في الشغل خاصه لهم. واش الوزاره تتفكر في هاد الافق انها تربط هاد الاطفال ولا المسار الدراسي ديالهم تربطو بسوق الشغل؟ لانه قرا وخدا شي حاجه وباك ولا فين غيمشي؟ انا خصني مواطن كامل باش ما تبقاش هاد الهوا. واحد المجموعه ديال الاسماء ربما توحي لكم بشيء: اندريا بوتسيلي، هيلين كالر، ستيفن هوكينج، اديسون، جون ناش. هادو ناس في العالم تعرضوا لمجموعه من الاعاقات في سن صغيره. اندريا بوتسيلي مثلا مغني الاوبرا وكاتب الاغاني الشهير اصيب بالعمى في 12 سنه، واصبحت معزوفته من اشهر المقطوعات عبر العالم. هيلين كيلر فقدت سمعها وبصرها خلال السنوات الاولى لتصبح رمزا من رموز المدافعين عن حقوق الانسان، وتعلمت اربعه لغات ودرست الجغرافيا. اديسون تعرفونه جميعا، هو تمكن باختراع مجموعه من الاختراعات من بينها المصباح الكهربائي اي جون باس. كنتذكر واحد المثال جميل جدا على هامش واحد الدوره تكوينيه، قالوا لنا واحد المكون قال لك ايهما معاق، وعطانا واحد جوج ديال النماذج. النموذج الاول لشخص له على كرسي متحرك، له دبلومات ومجموعه من الشواهد العليا، رب بيت، متزوج واب للطفلين. وفي الجهه المقابله شخص سوي بين معقوفتين، يبلغ من السن 40 سنه، عاطل عن العمل، لا يشارك في اي نشاط تحت اي اسم، وننعته بالشخصي السوي. هذا يحيلنا على واحد المسألة مهمة جدا، ملي كنتكلموا على الدمج وعلى المجتمع الدامج. المجتمع الدامج ماذا نقصد به؟ نقصد به أن جميع المتدخلين يجب أن يكونوا دامجين. المؤسسة التعليمية لوحدها ستبقى قاصرة على إنجاح هذا ما أعتبره حلما، والذي بدأ يرى النور بشكل تدريجي. أول هذه المتدخلين هي الأسر. اشتغلنا في السنة الماضية، كانت الأستاذة هناء اللي بالمناسبة كان هنيها على المنصب الجديد في الأكاديمية، كنا اشتغلنا في المديرية ديال مضيق الفنيدق على في إطار المشروع ديال التربية الدامجة، مجموعة من الجمعيات ديال المجتمع المدني. وأول مشكل وأول حجر عثره هو الأسرة في حد ذاتها، لأن الأسرة ترفض الاعتراف بوجود إعاقة لدى أطفالها، وهذا أول مشكل كتواجهه لا المدرسة لا الجمعيات ديال المجتمع المدني التي تريد الانخراط، وبالتالي عدم الاعتراف في حد ذاته يبقى مشكل كبير جدا. لذلك فكسب رهان التربية الدامجة يقتضي الاشتغال على أكثر من زاوية وأكثر من واجهة. أولا الجانب البنية التحتية، يعني من ولوجيات ومن فضاءات ومن وسائل، سواء من تعليمية أو وسائل داخل البيت. ولكن الثقافة اللي تكلموا عليها مجموعة الإخوان في المداخلة ديالهم هو التأسيس لثقافة جديدة تعترف بالاختلاف. ملي كنتكلموا على مؤسسة دامجة يعني الاعتراف بالاختلاف والاعتراف بالآخر بغض النظر عن اختلافه. وكما قالت الأستاذة حورية في معرض مداخلتها، يعني كلنا معاقون بنسب متفاوتة. كاين اللي ربما عنده إعاقة ولكن لا تظهر جلية، ولكن ربما الإعاقة ديالو أبلغ وأشد وطأة من واحد الإنسان اللي فقد جزءا من أجزائه أو فقد حتى لا أطير. أنا سعيد جدا أنني أنتمي لهذه المنظومة،
وانني كنت كنجتهد خارج اطار يوضح المعالم ديال التدخل. وكنا كنجتهدوا سواء السي بن عيش اذكر هذه واحد 3 سنوات كان جا بالمديريه واضطرينا اننا نجتهدوا نديروا واحد اننا نادابطيو كيف الامتحانات ديال السنه السادسه والى اخره. الان الحمد لله كاين مشروع مجتمعي مشروع مؤسساتي مشروع كيتبنى هذا الشيء كامل. كاين كذلك تكوينات اللي تكلمنا عليها اللي غتجي ان شاء الله اللي غادي تهم جميع الساده الاساتذه والمديرين وجميع المتدخلين. لذلك اقول من اجل مجتمع دامج ومن اجل مدرسه دامجه يجب الصبر اولا، يجب الانخراط ثانيا، ويجب تغيير العقليات والتاسيس لمجتمع يعترف بالاخر. وآله وصحبه اجمعين، تحيه خالصه وتعمل الودي والإخلاص والتضامن مع شريحة مهمة داخل مجتمعنا ألا هي الأطفال في وضعية صعبة. بالمناسبة لا يفوتني أن أشكر الحضور الكرام بدءا من السيد المدير الإقليمي ونتمنى له النجاح والتوفيق، ولن يكون له هذا إلا بمساعدتنا نحن كفاعلين جمعويين وحقوقيين وكذلك جميع المتدخلين في الفعل التربوي التعليمي. كذلك أشكر حضور هامة وازنة سي أنور بوكيلي المسؤول عن قسم أنشطة الدامجة في الوزارة. أشكر كذلك ممثلة العمل الاجتماعي داخل العمالة، وأشكر كذلك كل الحاضرين من مدرسين وأطقم إدارية ومفتشين وفعالية المجتمع المدني وكذلك الإعلامي والحقوقي داخل هذه القاعة على صغرها، ولكن يعني تضم فئات وفعاليات فاعلة داخل الفعل والجسم الحقوقي والجمعوي. بطبيعة الحال أنا فقط باختصار شديد سأتحدث عن مركز فرصة الثانية الجيل الجديد الذي لنا في شراكة مع وزارة التربية الوطنية بشراكة كذلك مع منظمة اليونيسف التي أشكر سي عدوني المنسق الجهوي اليونيسف والذي قدم ويقدم دعما كبيرا معنويا وماديا داخل المراكز ديال جهة طنجة طوال الحسيمة، ويهيئ وينظم اجتماعات و تدريب وتكوينات. أشكره شكرا جزيلا من هذا المكان على عمله الدؤوب المتواصل الذي يعمل بدون كلل، يعني ديدنه الوحيد هو العمل لمصلحة فئات من تلاميذ المنقطعين عن دراسة وكذلك أطفال في وضعية إعاقة. تجربتنا داخل مركز فرصة الثانية والجيل الجديد و مجيء السيد المدير الإقليمي زارنا 3 مرات متتالية وقدم لنا شحنة قوية من أجل الفعل داخل فئة شريحة من التلاميذ المنقطعين يعني داخل مدينة القصر الكبير. أتمنى أن يكون هنالك مركز آخر داخل الإقليم. السيد المدير يعمل العمل جاد في هذا المضمار. فئة شريحة من التلاميذ المنقطعين بطبيعة الحال، و لا يفوتني كذلك أن أعطيكم صورة واضحة عن المركز. فيه موجهة الأستاذة نفيسة حاضرة معنا داخل هذه القاعة، الأستاذ هشام هو مدير مدرسة إعدادية طريق نزير بالقصر الكبير، وعبد الله رئيس جمعية مستقبل التنمية الثقافية والاجتماعية صاحب المشروع بشراكة مع شركاء سالفين ديك، وكذلك أطر تربوية وإدارية تشتغل صباح مساء من أجل العمل على إنشاء مشروع كبير جدا يشتغل على 3 أقطاب: القطب التربوي والقطب المهني والقطب الشخصي. بمعنى الشخصي الذي نتحدث عنه هو هذا الشخصي المرتبط بالمجال النفسي السيكولوجي، يعني الذي يساعد على اندماج هذه الفئة من التلاميذ على داخل هذا الوسط المدرسي. وأصدقكم القول وأقول لكم لحرقة كبيرة لما استمعت إلى سي مصطفى وأعتبره مناضلا شرسا في هذا المجال قبلي وحضرت معه أكثر من مرة، وهو
يجوب أطراف المغرب بكامله من أجل الدفاع عن هذه الشارع. هذه سنة عندنا طفل، أقول طفل أو طفلة، عصام وسكينة داخل المؤسسة اندمجوا اندماجا لا مثيل له. الآن تلميذ هو يتابع دراسته في تأهيل القطر المهني، الاستئناس المهني بشعبه اللي عندنا داخل المركز، هي شعبة الفندقة وشعبة صيانة المعلوميات بطبيعة الحال، البورتابل سي بورتابل فوتوكوبيوز إلى غير ذلك، وهو يشتغل في صيانة المعلوميات. تلميذ ذكي يشتغل مندمج عندنا داخل المركز، يعني مصاحبة نفسية واجتماعية تؤطرها الأستاذة نفيسة داخل المركز. وهذا التلميذ خرج من مرحلة، لا أقول الإعاقة ولا أقول في وضعية صعبة، خرج من وضعية اجتماعية أو نفسية إلى وضعية أخرى إن شرحنا لها وسينشرح لها المجتمع بكامله، بمعنى أنه وجد أساتذة يشتغلون بقتالية مراعين الظروف النفسية والاجتماعية لهذا الطفل وهذه الطفلة، كذلك مصاحبة نفسية التي تتبعت معه المراحل عبر خطوات نفسية اجتماعية حتى وصلت به إلى بر النجاة، إلى بر الفعل، تقبل الآخر، الاندماج داخل الوسط المدرسي بمكوناته سواء الفضاء أو القسم، وهو الآن يعمل داخل المؤسسة. البارحة كانت هنالك توزيع شواهد تقديرية حاضية باهتمام الأطر التربوية داخل المركز، ولقد زارنا السيد المدير الاقليمي ووقف على ما أقول، الله شهيد على ما أقول، وجاء عنده وتحدث معه السيد المدير الاقليمي الأب الحنون. ومن لحد الآن من ذلك النقاش يا سيد المدير الاقليمي، قلت له أن هذا السيد المدير الاقليمي إلى الآن، قلت المدير الاقليمي والكل سيساعدك لكي أزرع في هذه الشحنة للفعل. طبعا حتى سيرجعوا به تاريخ الوراء في دقيقة أو دقيقتين، لما كنت مدرسا قبل أن أحال على التقاعد، كنا دائما ندعو إلى أن يكون المحلل النفسي، أن تكون المصاحبة الاجتماعية، أن تكون المصاحبة النفسية، لتعمل على خلق ومعرفة ظروف عدم إدماج هذه الشريحة في الوسط المدرسي. اليوم الحمد لله تحقق ذلك من خلال ربما الدفعة الأولى التي ستكون هذه السنة، كانت مباراة، وهذا هو النضال الحقيقي الذي يجب أن يكون لدينا كفاعلين جمعويين بهذا الإقليم. وسوف أقول لكم أصدقكم قول أننا وجدنا في السيد المدير الإقليمي الباب المفتوح للمساعدة، وكذلك هذا الرجل الذي يناضل صباح مساء من أجل العمل على الخروج بهذه الشريحة إلى المستقبل. تخيلوا معي أنهم أطفال منقطعون عن الدراسة، فقدوا الأمل وفقدوا اليأس، وهنا ربما ستكون نقطة التقاء مع سي مصطفى لما قال، أو سي عبيد، أنه لا بد من أن تكون فرصة ثانية لهذه الشريحة من أجل إدماج الحقيقي لها في سوق الشغل أو في التدريس. وشكرا جزيلا. اشتغلت مع السيح الدو مقل رئيس الصحة المدرسية، يوم هذا المنبر سنطلبوا له الشفاه العاجل. خدمنا على مستوى الأحواض المدرسية لي سي سي بي، خدمنا في الساحل، وخدمنا كنت ديك الساعة نائب رئيس جمعية أمل، خدمنا تكييف ديال الامتحانات السادس، وكان السبق لينا في إقليم العرائش وفي الجهة ككل. خدمنا مع السي قاسمي بقالي في المنسق الجهوي المدرسي بالأكاديمية على تكييف ديال الامتحانات بالنسبة للإعدادي والثانوي، والحمد لله القصر كبير في 2018 كان عندنا تكييف ديال الامتحانات ونجحوا الوليدات بمعدل 14 فما فوق، وهذا إنجاز كبير بفضل الله سبحانه وتعالى والجمعيات والأكاديمية. حاليا الأمور دابا المقرر الوزاري واضح وكل شيء يدي حقه، سواء عن طريق الجمعية أو لا يجي يحط الملف دياله طبيعة الحال الملف الطبي، وتيكون قبل شهر ديسمبر. أنا عندي نقطة واحدة، أن الرد تيكون من بعد، تيكون في يناير، تتكون دازت الدورة الأولى. بالنسبة ديال التكييف ديال الامتحان الإشهادي راه ماشي مشكل، تتبقى المشكل في المراقبة المستمرة بالنسبة للدراري ديال أولا باك والثانية باك، لأن تمشي هذا الأستاذ تيقول لك ما عنديش علاش نبني، لأن مازال ما جاش الرد من الوزارة، تيبقى داك الدري ما بين
فتنتمنى يكون واحد الجواب ناجع لهذه النقطة. هي على شكل سؤال بخصوص مفهوم التربية الدامجة. إذن بالنسبة للتربية الدامجة، هل هي دمج فقط الأطفال اللي عندهم وضعية إعاقة، أم أنها تشمل كذلك مثلا أبناء المهاجرين، أبناء اللاجئين، أبناء كذلك الأفارقة مثلا القادمين من دول الساحل وكذلك جنوب الصحراء؟ لأن هذا الفئة كذلك ستتعرض لتمييز آخر، مثلا اللون، اللغة، الثقافة إلى غير ذلك. التضخم والتراكم المعرفي والعملي بطبيعة الحال اللي شاهدناه من خلال العروض المقدمة إلا واحد الشيء يثلج الصدى في البداية. وهذه المسألة هذه ليست بوليدة اليوم، على اعتبار أن بطبيعة الحال أول قسم للإدماج كان بالمغرب يعود إلى سنة 1994. بطبيعة الحال إذا كانت شيء معلومة أخرى تصحوا لي في هذه المسألة هذه. إذا هذا الضخم هذا بطبيعة الحال نتمنه، بطبيعة الحال يجب الحرص على بطبيعة الحال تجويده وإغنائه وتثمينه. النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها وهو المسألة ديال التربية الدامجة. إذا هذا بطبيعة الحال واحد الأفق الذي نود جميعا الوصول إليه. إذا المسألة الأساسية هو مسألة توحيد الخطاب، على اعتبار أن المصطلح هو مصطلح نقولوا ليس بالجديد وليس بالقديم، على اعتبار ارتباطه مثلا في بعض التمثلات أو التصورات البيداغوجية الإدماج، أقسام الإدماج، مع العلم أن هناك بون شاسع ما بين التربية الدامجة وأقسام الإدماج أو مؤسسات الإدماج. إذا ما نطمح إليه هو الأقسام الدامجة، المؤسسات الدامجة، وليس أقسام الإدماج أو مؤسسات الإدماج، لأن مؤسسات الإدماج والأقسام الدامجة الحمد لله وصلنا إليها بنسب نقدر نقول أنها توصلنا 100% أو كتجاوزنا واحد نسبة كبيرة، ولكن ما نطمح إليه هو هذه التربية الدامجة. إذا لا بد من مسألة توحيد الخطاب حتى نزيل ذلك اللبس في مسألة المصطلحات. المسألة الثانية هو لابد ما دون أننا مقبلون على مرحلة التكوينات بالنسبة للسادة الأطر الأساسية اللي بطبيعة الحال يلقى على كاهلهم مسؤولية تفعيل وتنزيل هذه الأشياء، أن نحدد لهم بطبيعة الحال أن هناك فرق ما بين التقويم التشخيصي الذي يقوم به السادة الأطباء وما بين التقويم البيداغوجي والذي يقوم به السادة الأساتذة. إذن هذه المسألة هذه لابد من الإشارة إليها حتى نزيل ذلك اللبس، لأن بطبيعة الحال أي مقاربة جديدة إلا وتثير مجموعة من الشكوك. المسألة الأخرى والتي أود الإشارة إليها هو مسألة الحمولة الدستورية لدستور سنة 2011 والتي جاءت غزيرة، وفي أن أتحدث عن نقطة أساسية هنا وهي المسألة مناهضة كافة أشكال التمييز. إذن هنا المناهضة كافة أشكال التمييز يمكن القول أنه يمكن لنا أن يمكن لها بطبيعة الحال أن تشمل كافة نقول مثلا مظاهر أو النقائص أو الثغرات أو مظاهر التمييز ما بين مختلف الأطفال. المسألة الأساسية هنا كذلك هو أن هذه المسألة ديال التمييز أنها وردت على مستوى الدباجة، واللي بطبيعة الحال جاء الدستور سنة 2011 ليؤكد أنها جزء لا يتجزأ من الدستور، وبعدنا كذلك من السجل القانوني حول مدى دستورية هذه المسألة. المسألة الأخيرة التي أود الإشارة إليها هو لابد من إقحام وإشراك فاعلين آخرين في المسألة. المسألة ديال صندوق التكافل العائلي، على اعتبار أن مدونة الأسرة هي مدونة، قلنا إحنا مدونة للأسرة، ولكن إذا قمنا بتحليل 400 فصل نجد بأن أكثر من 70 فصلا يشير إلى حقوق الطفل، ونمشي أكثر من ذلك، المادة 54 والتي تعد أطول مادة في مدونة الأسرة تشير إشارة واضحة إلى ضرورة تحمل الآباء مسؤولية تهيئة الظروف بطبيعة الحال المناسبة لتعليم أبنائهم وفق قدراتهم الفكرية والبدنية. الشر هو أن هناك خطاب واحد ومتفق عليه، وأن هذه الفئة من الأطفال ذوي الإعاقة لذوي الإعاقة ينبغي أن نعطيها حقها وأن نعترف بها كجزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، باعتبار ذلك الخطاب الذي وذلك تلك المعاناة التي كانت تعاني منها في وقت سابق إلى ما بعد دستور 2011. اليوم هناك خطاب جديد ليس على المستوى الوطني وإنما على المستوى الجهوي الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي، ولكن خطابي موجه إلى السيد البوكيلي وأيضا معه إلى الوزارة، لأنه هناك نوايا حسنة ولكن نظرتنا إلى المستقبل قد تعيقها ما آليات التنزيل التي قد تشكل صعوبة إلى الوصول إلى أهداف المتوخاة من الخطة سواء الإقليمية أو الوطنية. لذلك أنا أوصي حتى نوفي هذه الفئة حقها على أن لا يكون كما وقع من بعد الاستقلال، وفي إطار المبادئ الأربعة على مستوى التعميم وإيصال المدرسة إلى جميع المناطق المملكة تم إحداث
مجموعة من الوحدات المدرسية في على مستوى ربع مناطق المغرب، وأثبتت الدراسات على أن هذه التجربة كانت فاشلة إلى فشل ذريعا، وأصبحنا اليوم نبحث عن مدارس جماعاتية ومن أجل توحيد هذه المدارس حتى يقترب الفاعلون التربويون والمفتشون التربويون إلى هذه المؤسسات بهدف تكوين الأساتذة، بهدف تتبعهم وبهدف تقويمهم إلى غير ذلك. اليوم أنا أوصي السيد بوكيلة لأنه أن نستشرف المستقبل، لأنه هذه الفكرة الجزئية وتوزيع المتعلمين يعني باعتبار أحقيتهم من في داخل مجتمعهم من تعليم مدرسي دامج ومندمج قد لا يؤدي إلى تحقيق الطموحات المجتمعية وتحقيق الأهداف المتوخات سواء من المنهج الجديد أو من الإطار 97-13. لذلك بدل من تفريق هؤلاء التلاميذ على جميع المدارس، أنا أوصي السيد بوكيلي على أن يتم تجميع حالات لها نفس الخصائص في داخل مؤسسات معينة. هذه المؤسسة المعينة ستتيح للفاعلين التربويين المفتشون بالأخص من تتبع هؤلاء الأساتذة بشكل كثيف، وأيضا تكوينهم، وأيضا دراسة مدى تحقق هذه الأهداف. إضافة لذلك يمكن أن نقوم بتعاقد مع الأساتذة، وهذا التعاقد ينبغي أن يكون مبنيا على تحفيز المادي ومعنوي، ليس فقط إطار ما هو أخلاقي. يعني بالتحفيز المادي ضرور، لأن الفاعل الأساسي اليوم بالإضافة إلى المفتش هناك المدير وهناك الأساتذة. هناك أيضا المشروع الجديد هو مشروع المؤسسة الدامج والمندمج، هو أيضا ينبغي تجميع هؤلاء المتعلمين في مؤسسات وفق خصائص معينة، ولكن في إطار تعاقد مع هذه المؤسسات، وهناك معايير محددة التي من خلالها سوف يتم تقديم لكل مؤسسة الدعم المادي في نهاية السنة بناء على ما تم تحقيقه، وهكذا يمكن الربح الرهان وفق نظرة استشرافية للمستقبل. تحية تربوية للجميع، وتحية تربوية للجميع كلهم بصفتي واسمي. أنا سأتبرع لثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى المداخل الأربعة لتنزيل المخطط الوطني، وأيضا تنزيل المخطط الجهوي والإقليمي، وهي أربع مداخل أساسية اللي هو العرض التربوي، النموذج البيداغوجي، الحكامة، وأيضا التعبئة المجتمعية. والندوة ديال اليوم هي أول خطوة في بداية التعبئة المجتمعية لجميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال. أيضا تنزيل هذا المخطط الإقليمي يبدأ بضمان ممارسات صفية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدءا بالتعليم الأولي ومرورا بجميع الأسلاك، ووصولا لما لا إلى تعليم عالي دامج، وأيضا مسارات مهنية دامجة. النقطة الثانية سأتوجه بكلامي لسي مصطفى، تحية تربوية. سي مصطفى لكم تجربة رائدة في المجال ديال التشخيص وديال الديبيستاج وديال يعني رصد الحالات ديال الاطفال في وضعيه الاعاقه، ومن هذا المنبر اناشدكم بنقل تجربتكم، او الا تبقى منحصره فقط مؤسسات خاصه باقليم القصر بدائره القصر الكبير، ونقلها ايضا في تنسيق تام مع الجمعيات العامله ايضا بدائره العرائش. وهذا الكلام تم نعطيه بناء على احصائيات، لان في اخر سنه دراسيه كان فيها السادس امتحان ديال السادس اللي هي ما قبل السنه الماضيه، فربما العدد الكامل ديال التلاميذ اللي استفادوا من التكييف ديال الامتحانات كانوا من دائره القصر الكبير، وزاروا حاله في دائره ديال العرائش. حنا تعرفوا ان المؤسسات هنا ايضا في دائره العرائش فيها واحد المجموعه ديال الاشخاص. والتوجه ديالي لكم هو بفعل انكم واحد الفاعل اساسي في تنزيل المخطط الاقليمي وعبره المخطط الجهوي والوطني. كلمه توجه اخر لمديري المؤسسات التعليميه. مدير المؤسسات التعليميه تقومون بدور كبير واساسي في جميع المشاريع وبما فيهم مشروع ديال التربيه الدامجه، وان تنزيل مخطط ديال التربيه الدامجه يبدا بمشروع مؤسسه دامج. فتا شي حاجه في القانون تمنع المدير ديال المؤسسه ديال انه يبدا بفضاء دامج. تنهضروا على مشروع مؤسسه دامج، خاص الفضاء يكون دامج. فلا يعقل ان مؤسسات واغلب المؤسسات ما تكونش فيها الولوجيات. اذا الولوجيات هي واحد المؤشر بسيط جدا على ان مشروع المؤسسه هل هو دامج او لا، وليس بالضروره تكون عندنا حاله ديال التلامذ اللي عندهم في وضعيه اعاقه، فمن الممكن ان المؤسسه يجيوها الزوار اللي هما في وضعيه ديال الاعاقه وخصهم يستافدوا من الولوجيه ديك المؤسسه. طيب
إدماج أطفال توحديين بخسارة كبيرة. هذه الجمعية تأسست في 2017 وتأسست من طرف مجموعة ديال الآباء وأمهات اللي عندهم أطفال عندهم التوحد، اللي كتبوا بإنار إعاقة التوحد. هذه الجمعية خدت على العاتق ديالها من بين الأهداف ديالها هي الهدف التحسيسي بالدرجة الأولانية. علاش؟ لأن سميناها أولا لا المجتمع المدني ولا هذاك التوحد غريب، يعني كإعاقة تتخلط مع إعاقات أخرى اللي تدخل التوحد تقول لك تلقيه مثلا تشخص تاع التوحد تقول لك بحال لأنه يتم تتفرج على مثلا الذهنيين أو لا متخلفين عقليا أو لا، ولكن التوحد اللي عنده مواصفات ديالو بوحدها. قمنا ب 2019 تقريبا اليوم العالمي للتوحد، درنا واحد النشاط اللي هو كان المهم كان هو الانطلاقه ديال النشاط الاشاعي الاول ديال التوحد، اللي كنا صدفنا درنا يوم دراسه على التوحد والتعريف به، وكانت كانت اطراته معنا الاستاذه ام كلثوم المدني مشكوره اللي اقت معنا واحد اليوم اليوم الدراسي، ومع مجموعه الاخصائيين اللي كان، وكان يوم كان صراحه كان عرف اقبال كبير، وكان يعني كان عنده صدى على والنهار الثاني كانت واحد المسيره ديال واحد المسيره تعبيريه اللي تنبغيو نبينوا المجتمع شنو المعاناه ديال الطفل التوحدي عبر واحد اللوحه اللي هي من اخراج كان الاستاذ السي عبد الخالق الخرمادي اللي تنشكروه الجميع من هذا النظام. هذا من ناحيه اسمح لي هذه كبدايه غير التربية الدامجة، مشروع التربية الدامجة خذا كشعار الأولاني لا نترك أحدا خلفنا. السؤال اللي تنطرحنا شحال من واحد مورانا هذا، شحال من دابا من تلميذ اللي هو معاق وفي زينة مدروس وراه يقول لك راه هو مورانا، وعلاش الأسباب والسبب علاش؟ من خلال ديك القراءة اللي عملنا في شحال كمديرية ديال العرائش، لقينا هنا شحال كاينه تاني شحال كاين الطفل ديال التوحد كاين 17، واش كاين غير 17 طفل توحدي كاين في الاقليم؟ هذا سؤال اللي هو في الابتدائي. الاعدادي كاين واحد، الثانوي ما كايناش. هي اون جينيرال كاع الاطفال ديال التوحد راه يعني صعيب كبير انهم يعني على حسب الاحصائيات ما تيمشيو شويه، ولكن هذا سؤال تيطرح واحد يقول كاش الحال خلينا مورانا، علما ان الاحتكاك ديال اليومي مع 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 هذا كاينه اسر كثيره اللي عندهم، ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن من الصعوبات اللي كاينه هو التشخيص ديال هاد الإعاقة اللي هي هو مكلف جدا، ماشي تشخيص لأنه يمكن دير حملة وتشخص ولا دير شي حركة يعني، وهذا اللي تيخلي بعض الآباء والأمهات اللي ما يمكنش يديروا على باش تشخص التوحد لانتيرفونسيون ديال واحد المجموعة ديال الأخصائيين، عندك البيروبسيكياتر، عندك النوروبيدياتر، عندك واحد المجموعه ديال المتدخلين اللي خصهم يديروا، وخصك دير مثلا السكانير الى عباد باش حالين يمكن تعرف ان عنده التوحد، وهذا يثقل كاين الاسر وللاشاره بان الاغلبيه ديال الاطفال اللي مهمين حنا قريبين لينا في هذاك من اسر هشه تتقول له سير غير مثلا غير العريش في الاسف العريش ما عندنا فيها حتى شي حاجه، ما عندنا وزاره الصحه ديال الصحه ما عندو ما كاينش لا اورتوبوس ما كاينش شي مهم اللي شخص لي التوحد، ما كاينش شي امكانيات انا اللي تشخص التوحد. هذا الناحيه هذا هو اللي تيخليك غادي بغيت نقول ان هاد الاحصائيات اللي كانت تنظن انها خص شويه مجهود كبير باش نحاولوا ما نخليو حتى شي واحد مورانا. بالفعل قلنا نديروا شي مجهود، واش كيفاش هذا المجهود هو اللي يمكن حنا هنايا باش حنايا كجمعيه راه الاشاره ديال اي جهه معينه يمكن تعاوننا في هذا الموضوع هذا، لان بالفعل ان التشخيص عندنا المعيقات ديال يعني ديال بان التوحد يمكن يتخلط مع حيت كاينه واحد الاعاقه واحده اخرى اللي هو تشتت الانتباه وفرط الحركه، هو ماشي توحد، وكاين اغلبيه ديال الدراري تيشخصوا توحد ولكن هما عندهم هاد المشكلة. أنا رئيس الجمعية الإقليمية لمرضى
الصرع والإعاقة. ربما ستلاحظون بأن هناك إضافة الإعاقة لمرضى الصرع. إذن سأشرح وأبين لماذا كانت هذه الإضافة. باعتبار أن مرضى الصرع هم مرضى يعتبرون طبيعة حال مندمجين في الحياة وفي المجتمع. عندما طرح السؤال على مثلا الطبيب أو على جهة مسؤولة ما سوف نصطدم بهذه الحقيقة وهي أن مرضى الصرع ناس أشخاص عاليين ليسوا بحاجة إلى دعمين، ولكن عندما اشتغلنا على طبيعة الحال على ملف مرضى الصرع وانطلاقا من تجربة الجنية، إذن اكتشفنا بأن هناك نسبة ربما تفوق 10% تعاني إعاقة، وإعاقة ربما غير مصنفة في إطار التصنيف الذي استمعنا إليه. وبالتالي هذا عدم التصنيف يطرح مشاكل بالنسبة لمرضى الصرع العاديين الذين نعتبرهم مرضى عاديين. نجد أن أغلبهم يعاني صعوبات في الاندماج داخل الفصل الدراسي وداخل الجماعة التي يدرسون معها. إذا مما يترتب عنهم إقصاء تمييز وتهميش، وهذا الإقصاء يمارس عليهم ليس من طرف الجماعة التي يدرسون معها، ولكن كذلك مع نسبة مهمة من الأطر التعليمية. إذا حيث يتم رفض طبيعة الحال رفضه داخل القسم. إذا قمنا بمجهود الإطار، المجهود الذي قمنا به خارج الوسط المدرسي المجتمع بالتشخيص والتحسيس، قمنا بمجهود كبير لكي يتم التعامل مع الفئة بشكل اعتيادي وعادي، ولكن ما نجد بطبيعة الحال صعوبات في هذا الإطار. إذا هنا كيف الوجود ديال المديرية مديرية التربية والتكوين مجهود بطبيعة الحال يستحق الشكر، وخاصة عندما تفتح الجهة أبوابها للجمعية ولاشتغالها في هذا الإطار. طيب بالنسبة للتربية الدمجية، أنا إدماجية، أنا شخصيا لا أرى أن هذا المدخل التربية الإدماجية يبدأ من طبعا هل الدعم الخارجي او دعم مثلا الجماعه او دعم الاطار التربوي او دعم المؤسسه، بل اراد ان الدعم ينبغي ان يراعي طبعا مؤهلات هذا المراهق. بطبيعه الحال المراهق مؤهلات طبعا لا يمكن ان تختلف عن الشخص السوي، عن التلميذ المتمدرس والذي نعتبره سويا. إذا ينبغي أن تعطى له المبادرة في أن يدمج نفسه بنفسه، تنسى عن طريق من هذا المثال. هو عندما أكون مرضا مثلا في طريق الهمومي ليس طبيعتها في بلدنا بل في البلدان المتقدمة، إذا قد أشاهد مثلا ذلك المعاق الذي عند إشارة مثلا عند إشارة ضوئية يقوم بالضغط على زر الإشارة التي تسمح له بالمرور، رغم أن هذه الإشارة هي إشارة حمراء
إذا في هذا القناعي أسحب، لماذا لا تكون المبادرة في إطار هذه التربية الإدماجية من المعاق نفسه حتى لا نشعر بأن هناك إقصاء أو تمييز؟ أو إذا عندما مثلا نفترض بأن هناك مثلا إمكانية لإدماجه في قاعات الموارد، إذا فهذه الإمكانية طبعا لا يمكن أن تكون إلا إقصاء وتمييزا لهذا المعاق. إذا فليس بالإمكان أن نمارس التربية الإدماجية إلا في إطار إعطاء أو منح المبادرة للمعاق نفسه. إذا باعتبار أنه ليس هناك اختلاف بينه وبين غير المعاق، إذا بالتالي نقلب الآية بهذه الطريقة حتى يكون هناك أو حتى تكون هذه المقارنة سليمة وخالية من كل مقاربة إقصائية وتمييزية. وشكرا على